حالة من الإحباط ربما أصابت بعض النجوم في الوسط الفني، وبناء عليه اتخذ عدد منهم قرار الاعتزال مبكرا. بدأ الفنان يوسف فوزي وبعده الفنان محمود الجندي النجم يوسف شعبان، لحد ما وصلت للفنان محمد التاجي اللي أمتعنا جميعا بأعماله اللي منها بوابة الحلواني والزيني بركات ويونس ولد فضة والحصان الأسود وغيرهم كتير. التاجي أعلن من يومين أنه بيفكر يعتزل بسبب سوء المعاملة اللي بيتعامل بيها في الوسط الفني. تفاصيل أكتر عن كيفية اتخاذه لهذا القرار المفاجئ في اللقاء التالي. مش عايزين يقيموني أدبيا، مش عايزين يقيموني فنيا، بالبلد كده مفيش نصفة، محدش بينصفك. هذه هي الأسباب يلي دفعت الفنان القدير محمد التاجي حفيد الفنان عبد الوارث عثر وصاحب مشوار 30 سنة تمثيل لأعلن تفكيره عن الاعتزال من خلال صفحته على فيسبوك. أنا كتبت كلمتين تنفيسا عن غضب، لو اعتزلت هيحصل حاجة؟ والله ما هيحصل حاجة. شربت مية ترويج نهد يا سعاد، أنا عايز أخرج من هنا يا سعاد. كلام محمد التاجي إجا عقب اعتذاره عن مجموعة كبيرة من الأعمال يلي شعر من خلالها أنه افتقد التقدير المادي والأدبي من صناع الدراما والسينما المصرية. مش حكاية أن المادة هي فلوس، المادة هي بقت تقييم ليك كإنسان أو فنان في المجال ده هو بقالك كذا. تعالي بقى من ناحية الأدبية في حتة التترات، النهاردة ما تيجي تكتب بنت أو ولد جداد قبلية، طب احترمني يا أخي في الآخر، يعني إحنا العواجيز زي إحنا ما تضربش بالرصاص زي خير الحكومة اللي طلعت على المعاش، لا اكتبنا بقى حطنا بشكل مبروز حتى لو أنت عايز تكبر حد. حالة خطيرة جدا، كان ممكن يموت فيها، عارف يعني يموت؟ يعني مش هيعيش. ضغوطات الأهل والأصدقاء والجمهور أبعد التاجي عن فكرة الاعتزال ولكن بشروط. أنا واخد قرار بيني وبين نفسي إن أنا مش هشتغل من هنا ورايح غير بشروطي أنا، مش بشروط أي حد، لا بمخرج ولا بشركة إنتاج ولا بزملاء ولا حجامل، لأن جميلتي كتير قوي. إحنا هيبقى في بيننا شغل كتير وحنستفيد منه كلنا. تجربة سيئة عاشتها عائلة الفنان محمد تاجي من بعد نشر صفحة خالد الصوي الرسمية على فيسبوك خبر وفاته. إظهاروا الولاد وهم موجودين في شغلهم قالوا لهم أبوكوا مات، ما هو النصيبة برضو ده اللي بعتب عليه من الصحفيين الزملاء، كله بياخد وما بيرجعش للأصل. أنا الصفحة بتاعته هي كتبت الخبر بشكل هم كانوا بيتكلموا مش عارف على مين فشكل مين في إيه، فدخلوا خبرين في قلب بعض فطلع ان انا اللي مت. لكن عايشين شغالين ومستورين. وبعيدا عن كل الشائعات محمد تاجي بيوجه رساله لجمهوره. انا ما اعتزلتش، انا ما زلت على قيد التمثيل، لن اعمل في يوم من الايام لحد ما اقابل وجه رب كريم دور حيسيء لتاريخ عبد الوارث عصر وتاريخ عيلتي واسمي وولادي. عموما يا باشا اقعد فكر كده وشوف هتعمل ايه وهتقول لها ايه لما تعرف انك متجوز وكمان هتخلف.